اهلا، انا فيديو الهرجان. واهلا وسهلا، انا علي كماخي. حلقه اليوم من The Morning Space كانت جدا جدا رهيبه، كانت عن مستقبل المحتوى الرقمي. ناقشنا الفروقات بين النشرات البريديه، تقارير السوق، البودكاست، وعن مستقبل هذا العالم بشكل عام. طبعا احنا اكثر شيء كان يهمنا وش بيصير مستقبل البودكاست حقنا، فوصلنا لاستراتيجية مرة ممتازة. علي، وش كان الكونكلوجن حقنا للبودكاست؟ راح نوافق على عرض الاستحواذ اللي جانا من واحدة من أشهر شركات المحتوى الصوتي. إيش كان اسم الشركة؟ شركة سبعة إيه بودكاست. اللي معروفين عندهم بودكاست معروف اسمه بيالا، وإحنا نتوقع إنه بودكاستنا أحسن من بودكاستهم. بس صدق الحقيقة، يعني هذه واحدة من أكثر البودكاست الحلقات اللي مرة انبسطت فيها، لأن الضيوف يعني هذا عندهم مو بس خبرة، عندهم شغف. فشكرا سعود هواوي، إبراهيم زهيمين، خالد العريفي، خالد القناعة، وماجد الضراب، لكل جمهور أحمد القصبي اللي جاي يبغى يسمع الحلقة عشانه. للأسف اليوم راحت عليه نومه وما شاركنا. علي، مين كان معانا في الإعداد، وكيف يقدرون يتواصلون الناس ويعطون اقتراحاتهم؟ أرهب فريق إعداد إحنا عندنا، اللي ساعدونا اليوم سلطان حجوري، محمد بن زرعة، وملاك الشدوخي، وطبعاً أي وقت ممكن تواصل معنا على تويتر، لكن محمد ما ندري والله هل بيوصل لنا الكومنت ولا بيمسحها، ما أدري عاد. أنا الموضوع عنده تمام. أحس مدير تويتر حقنا صدق يقرأ الأشياء ويمسحها. والله والله برسل والله كيف. بسوي أكاونت، برسل لنفسي ونشوف شو السالفة. جميل، خلاص نسمع الحلقة. يلا أهلا، صباح الخير. صباح الخير. كيف الحال؟ بخير دامك بخير، أخيرا رجعنا. يا هلا وسهلا. والله صبح علي اللي كان ملزم، ولا علي. وش فيه لو أخذنا كل سبتمبر إجازة؟ صبحهم وربحهم، هذه اختراع تصبيحية أنا اخترعتها، دائما أنا أقولها كل يوم. فنان يا أخي، أهنيك على الاختراع. والله شكرا، والله إبراهيم أنت بس اللي فاهمني الوحيد. والله ما شاء الله عليك يا أخي، لازم نواكب الأشياء اللي تطلعها. لازم طيبة. الابتكار، الابتكار أخوي إبراهيم، يعني أنا ما يحتاج أقول لك، لكن لازم الواحد يكون مبتكر. صباح الخير جميعا، كيف حالكم؟ يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا. كيف حماس بعد الويكند اليوم الوطني يا أستاذ فدوى ويا جميعا؟ اسمع، أنا بالنسبة لي أبطأ أسبوع بالحياة، ما أدري ليش. هذا الأسبوع ترى تو بعد يعني. ايه كل كذا امس اقول معقول الثلاث الاثنين، من اللي قاعد يستقبل؟ بس صباح الخير الجميع، شلونك؟ صباح النور، صباحكم الله بالخير جميعا. والله نمزح يا سعود، ما انا متحمسين على الاسبوع. يا هلا يا هلا. طيب نبدا، عشان لانه فدوى ترى بتطلع انه كلنا على الوقت، ما نجلس دقيقه زياده، فمره مواضيع كثير اليوم اغطيها. أستاذ فدوى، معانا مرة خبرة كبار من عالم المحتوى، نتكلم عن عالم التقارير، راح نتكلم عنها بالتفصيل، لكن يمكن اللي بدأ هذه المواضيع كلها قبل فترة تكلمنا عن خبر أكبر استحواذ في التاريخ لشركة ما تلقت أي استثمارات، هي ميل تشمب. شركة بدأت في 2001، قبل حوالي 20 سنة. في الأول في كلام إنهم ما لقوا استثمارات، لأنهم هم ما لقوا استثمارات أو ما حد كان يبغى يستثمر فيهم. بغض النظر، ما تلقوا أي استثمارات في تاريخهم إلى اليوم، والآن حصل لهم أكوزيشن ب 12 مليار دولار. هذه يمكن تعتبر أكبر قصة نجاح في التاريخ في عالم الاستثمارات، بسبب إنه فعلياً ترى هم اللي أخذوا معظم هذه الفلوس. الاثنين مؤسسين، حتى اصلا موظفينهم ما كانوا بياخذوا من اسهم من الشركه، كانوا بس يشاركوا في الارباح. زبده الموضوع، ايش علاقه هذا بالمحتوى؟ ميل تشيمب عباره عن شركه ارسال ايميلات. طبعا ارسال ايميلات بنتكلم عن ارسال ايميلات تسويقيه، لكن احنا بنتكلم عن انه كيف كل براند او كل علامه تجاريه بتشارك المحتوى حقها.
وجزء من الكلام عن ليش أصلاً تم هذا الاستحواذ وليش بهذا المبلغ لشركة ما قد شافت استثمارات قبل كذا وشركة موجودة من 20 سنة، وجزء من الكلام إنه بيقولوا العام القادم أصلاً بيكون عام المحتوى، زي ما السنة هذه سنة الفينتك والسنة فاتت كانت سنة الدليفري، فالعام القادم راح يكون يمكن عالم سنة المحتوى. بنتكلم عن شيء زي قصة ميل تشيمب الآن، قصة سبستاك قبل فترة، كل اللي بيصير في عالم المحتوى من تغييرات، سواء الانتقال إلى الآن ما صار بطريقة كاملة لعالم الأخبار من إلى الإنترنت، وكيف السوشيال ميديا حاولت تغطي على عالم الأخبار وتصير مصدر معلومة لكن ما هي مصدر معلومة غير مفيد. فاليوم ما أدري يعني بدي نسمع طبعا عن هذا الموضوع وانطباعاته وإيش اللي صاير فيه في السوق المحلي، وعاد ما شاء الله يعني معانا خبرة كثير في هذا المجال بتنوعه، يعني سواء من تقارير السوق أو سواء من الناس اللي بدأوا من أول مواقع الكونتنت عندنا. فبترك لك المايك، يصير أنت برضو كمان تقدمي. علي، تعرف كم ميل تشيمب عندهم موظفين؟ سؤال جيد، خلينا نتأكد الآن وبشوف. بس لا، أنت تعرف المعلومة؟ 800 غلط، ما حد يبغى يجرب. في جوائز ولا بس سؤال كذا؟ إيه إيه، بنوديكم الكونسرت يا أخي مع وليد. أوه، أنت علي بندق عليك فيس تايم. 654، لا ما عليك، أجي أجي، اشتروا لي تذكرة يوم الأحد بس. أوكي طب أوكي. 654 ميلتشيم عندهم 1200 موظف. Is it fair إن أنا أجي أقول والله when you acquire a company ب 12 مليار دولار it will just go to the two founders؟ يعني it's a very good acquisition and يعني more or less MailChimp kind of owned هذه الماركتينج إيميل space، بس it's just I don't find it fair إنه the employees don't get any cut of the cake. That's يعني how I see it. يأخذوا رواتبهم الموظفين. يا أخي in technology it's different. إيه بس موظف موظف يعني الأونر غير الموظف يعني in every way، فما ينفع. ما أدري كيف it's not fair إنهم they don't get a piece of the cake. يعني لو if they get a piece of the cake that's good، بس إذا هو موظف ما يستحق، خلنا نقول بيس اوف ذا كيك، بس كويس لو جاء. بس كانوا كمان ترى بيشاركوا في الارباح يا فدوى، يعني ترى هم كان في بروفيت شير. في نقطة مهمة بعد، معليش هالمقاطعة، في الموظف اللي انا احتاجه ويكون له اسهم بالشركة لازم في له تضحيات يعني الموضوع. لكن تاريخ الشركة وطريقة عملها واضح انه واحد يملك الشركة وموظف الناس وظيفة عادية ويشتغلون بالطريقة اللي هو مستخدمها، فما في ذاك يعني الانسنتف انه يعطيهم اسهم، لانه بالنهاية قاعدين يشتغلون على برودكت صحيح انه 12 مليار، لكن ما هو ذاك البرودكت اللي يتطلب ان يوظف احسن ناس ولا يعني يكون عنده يعني تضحيات في 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 الأسهم في الشركة عشان يقولك والله أنا لازم أجيب أحسن موظفين. والدليل أنه ما شاء الله كم قاعد لكم سنة وهو اللي يملك كل الأسهم ولا شيء، يعني ما صار في أي ضرر. وأكيد أنه قد خسر أبو نور خلال الفترة هذه بعد. إيه؟ صحيح. فأنا ما أشوف أنه مو كل مرة أنه لازم الموظف يأخذ أسهم. هذا إذا بعد إذا قعدت، يعني العادة الموظف في ستارت أبز ما يطول، الأفريج من سنة ونص إلى سنتين، فإذا ما طول عن سنتين أنا ما أقدر أعطي بعد إكويتي عشان يقعد إبراهيم. حتى لو أعطيتي يا أخي psychologically it's different when I go and I own a piece of this. يا أخي even if I do my work I will teach my colleague، يعني تخيل أن أنا مثلا I will teach people around me حتى لو ما طولوا how to do the best outcome. But it just it psychologically changes how employees behave. Reality تختلف. يعني reality بيصير إذا قلت لي مثلاً أقعد وبعطيك equity ولا تروح مع XYZ هيئة حكومية، بيقول لك لا والله روح هيئة حكومية أخذ دبل الراتب وأنتم الله يوفقكم وتواجهت مستثمار. فترى في الواقع شوي ترى it's not an easy job. أحيانا الواحد يصعب عليه فيضطر يحط برنامج خاص في الامبلويز والبول حقهم، كيف اعطيهم على اي اساس والاتشيفمنت حقتهم، ترى يعني مقرف شوي
لا على الطرفين، لا على الموظف اللي بيقعد وبيحتري وما يدري هذول بينجحون يفشلون مثل هذول محتوى، وما يدري هم احتمال نجاحهم بسيط، او على الاونر اللي يبلش في كل موظف قد يكون اصلا مو باضافه بعد فتره honestly يعني. صحيح، بس طب سؤال، بس عندي انا نقطه بس اللي هي نفس الوقت هي غير انها مخاطره على الاونر اوف ذا بزنس، هي حتى هي مخاطره على الموظفين. يعني كان يمدي زي ما قلت انه يروح عند جهه حكوميه وجاله الراتب، بس يا محمد يروح يبني، يروح يبني رايفل او يروح اي يعني بس انذر انتيتي. اي بالعكس انا يجيني اكويتي من الكومباني نفسها اللي بادي اشتغل فيها، بالعكس هذا انسنتيف ان انا لي والله اشوف فيوتشر فيها، انا بكمل معها يعني. موست لايكلي اذا جاني اكويتي في شركه ما راح اقعد سنتين او ثلاثه، بقعد لا يقل عن 7 إلى 10 سنين انا فيها، لان اي اون ا بيس اوف ات، فابيها تنجح قد ما هي مو فقط للاونر حتى هي لي انا. اذا ممكن اضيف نقطه، يقدم للموظفين الاسهم بطريقه الايصاب، هو الافريج تايم 3 سنوات تقريبا، من اول سنه الكليف بعدين سنتين الفيستنج. طبعا ما تستخدم، ما توقع ان دائما تستخدم الاسهم عشان تكبس على الموظف وما يطلع. اعتقد هذه سيبتوم اوف بيجر ديزيز، ان الشركه ما عندها بيتر كلتشر، ما عندها جود انسنتيفز. اتوقع هي جزء منها انه يو سستين تالنتس بلس ان انت اسنس اوف ابريشيشن، انه يشعر الشخص انه كل ما عمل اكثر كل ما ذا ريزلتس for him or the fruit تجي مستقبلا عليها. شكرا لك خالد. طيب let's move to whether the acquisition makes sense. انا يعني اول ما I've heard of Mailchimp، ما عم بستخدمها ابدا، بس اول ما صارت الاكوزيشن تستخدمينه كمشتركه، هم قصدك ما استخدمتيه ك اونر صح؟ يعني I've never because it's probably like a B2B. I've never يعني ما عمري استخدمته مثلا when I was a marketer، فهمت؟ as a newsletter ولا as an email tool، ولا عمري شفت اللوجو، يعني قد سمعت فيه بس into it I've never heard of it. فلما صارت ال acquisition I was like this is interesting and I started looking into it. يعني beyond إنه Mailchimp got acquired I wanted to understand whether this acquisition makes sense. وطبعا يعني rabbit hole ألف، قعدت أسبوعين بس يعني I'm really interested وكأني جزء من البورد حق Intuit. So basically this company is maybe like 37 years old and at some point بعد الفاوندر الشيرمن حقهم كان بيل كامبل. I don't know if you guys know الكتاب اسمه The Trillion Dollar Coach. Bill Campbell was like a football coach who coached Steve Jobs, who coached Larry and Sergey out of Google. يعني he was in every part in Silicon Valley and he always refused to get paid. But he coached كل هذول executives and at some point was VP of marketing in Apple. بعدين راح صار chairman في Intuit. طب what does Intuit do, right? So هما they are a personal بدأوا as a personal financial company. طيب you go, you do your taxes, you do your compliance, وشوي شوي it got merged into the moms and pop stores, right? So it's just a bookkeeping tool وتحط فيه الرواتب، يعني a very glorified Excel. جت Microsoft in 1997 maybe وقالت okay هذولي they're eating a piece of our cake, we will acquire them. فراحت وقالت we will acquire you guys for $2 billion. The antitrust, the SEC blocked it. إنه لا والله هذولي كذا بيصير في monopoly في الماركت. وخلاص كملت Intuit في space of something we call a back office. يعني you go to them إذا you want to streamline your taxes, your financials, your payroll. فلمن a company like Intuit تروح وتشتري شيء في الfront office. Which is an email campaign. It's not even a full CRM or client relationship management tool. It makes you think, why would a company they into it think it's أحسن مكان for you to host MailChimp? فجيت قلت okay, so I need to look at this from multiple aspects. الأسبكت الأول يمكن a CEO needs a growth strategy. يعني he needs to go كل 3 شهور to the market and say I'm going to organically grow وهذا انا اشترينا Mailchimp.
So that's one strategy. الشيء الثاني, maybe they need to exchange clients. يعني مثلاً هما they focus على small and medium business, which big companies do not. يعني Salesforce will not really go to a small and medium company وتقول لهم let's help you in your front office, right? فهما they bring the entrepreneur as an entry point, because MailChimp تروح أنت you sign up your email campaign وتبدأ ترسل للناس وش البرودكت حقك وكذا, بعدين you use Intuit to manage your books. فهذه strategy land and expand. Lastly, I read an article on Forbes. الحين بحطها إنه ال strategy could be different, which is أنا I will connect the front office to the back office. So finally, marketing في small and medium companies ما حيروحون ويرسلون لك كل شيء كل شيء تحتاجه وما تحتاجه. ولكن إذا أنت اشتريت من جرير ماك بوك, أنا I know إنه chances are you will need a magic keyboard, you will need something else that is around your purchase. هذه موجودة في السيلز داتا that Intuit already has. So الفكرة هي إن this merger, this acquisition will be successful if they can link هذول الاثنين. And I've never seen this happen في small and medium. يعني there is never, I've never heard of a suite غير مثلاً Google suite that is targeted toward entrepreneurs. I think if they do it right, it's a brilliant acquisition. يعني that's the overall strategy that I've been able to understand so far. فهدو أنا مرة أقدر وجهة نظرك, خاصة أن يعني بنسمع كل هذا وأنت من خبرتك في SAP بصراحة يمكن هذا عالم غريب بالنسبة لنا. ف it's really interesting how you mentioned it. طيب طب إيش رأيك بس نحولها برضو كمان لعالم المحتوى. مرة أنا أبغى أفهم من سعود من تجربته كأول ناس يمكن اللي سووا شيء في عالم المحتوى يمكن في السعودية وباللغة العربية, يعني أصلا من إبراهيم برضو كمان في موضوع التقارير وتقارير الأسواق وكذا, ومن خالد برضو في خبرته في عالم المحتوى, وأي حد تاني بصراحة, لأن المحتوى المشكلة صايرة كلمة كبيرة, يعني صايرة ممكن تحتها أشياء كثير. فما أدري إيش رأيكم, اللي مستعد اللي يحب يتكلم عن هذا الموضوع, فهي ما لها علاقة بميلشيب. يعطيك العافية. المحتوى إيه تفضل. يعني صناعة المحتوى يعني ونشر المحتوى لها عدة طرق, من بينها ميلشيب. يعني من أشهر المواقع اللي استخدمت ميلشيب أو نقول النيوزلتر شبكة أبو نواف شريكي في عالم التقنية, وحنا استخدمنا ميلشيب في نشر المحتوى. اللي بس حبيت أقول أن ميلشيب هو قناة تسويقية ممتازة جداً, وللأسف إنه ترى ما حد يعرفها بشكل كبير عندنا, وكان ما في حد يستخدمها بشكل احترافي ومميز إلا يمكن الفترة الأخيرة في شركات كثيرة بدأت تستخدم الميل للتسويق لمنتجاتها, للتجارة الإلكترونية, لأشياء كثيرة. فهي جزء من التسويق, جزء من المحتوى, جزء من والوصولك للعملاء. ولكن للأسف أنه كثير كان يطنش الموضوع ولا يهتم له, وخصوصا في خدمات مشهورة جدا غير ميلشيب بتقدم الخدمة, مثلا أمازون. في كثير ما يعرف أن أمازون AWS عندهم خدمة خاصة بالنيوزلتر, في عندكم سندجريد إذا ما غلطان بالاسم. ففي شركات كثيرة يعني في هذا المجال. طبعا في مجال المحتوى مثل ما قال علي, احنا استخدمنا مثلا كنا نكتب او ننشر ملخص للاخبار للتقارير اللي ننشرها في عالم التقنيه بشكل اسبوعي على شكل نيوزلتر. كثير من المواقع كانت ولا زالت تستخدم هذه الطريقه وهي ناجحه جدا. بخصوص سؤالك يا علي انه على عالم المحتوى, انا اشوف انه بالمختصر انه إذا عندك الأدوات وقدرت تستخدمها سواء ميل تشيمب وغيره وقدرت تنشر المحتوى, لازم تستخدمه ولازم تتعلمه. عشان كذا أنا شو أقول لأي واحد عنده في مجال صناعة المحتوى, جربوا أنكم تنشرون عن طريق الإيميل. بصراحة التأثير مرة كبير, وميزة أنك توصل للعملاء بطريقة مباشرة جدا, خصوصا إذا عرفت كيف
تصمم الرسالة، كيف تكتب العنوان المميز اللي يجذب الناس. يعني بعض الشركات مثلا يعني مثلا مايسترو، مطعم مايسترو أو بيتزا مايسترو، يرسل لك النشرة البريدية بصفة بطريقة كأنه شخص اللي مرسلها، يحط لك في العنوان اسم الشخص المرسل، يقول لك مثلا سعود ولا علي ولا إبراهيم يرحب فيك وعندنا عروض. فمثلا هذه من الطرق اللي تجذب للبرودكت حقه. فبس هذا حبيت اللي أنا أضيفه. سعود فيك. عندي بس إضافة بسيطة لو تسمح لي فدوى. ذكرت سعود إنه في تقصير في الإيميل ماركتينج بشكل عام هنا في المنطقة، وأتوقع لو ننظر للصورة الأعم هنا هو التقصير في الكونتنت ماركتينج بشكل عام بغض النظر عن القناة المستخدمة اللي هو تسويق المحتوى. وإلى عهد يعني قريب يمكن أغلب الشركات وأغلب المنشآت نشوف في حساباتها محتوى اللي تعال اشتر منتجنا، اشترك في خدمتنا، فما كان في تقدير للتسويق عن طريق المحتوى، واللي بدأنا نشوفه مؤخرا وهذا شيء كويس. مثل مثلا لو تشوف نيوزليتر حقت أرقام مثلا ما يقول لك اشترك معنا اشترك معنا، لا يعطيك كونتنت وانت بشكل غير مباشر بيجي في بالك أرقام أول ما تحتاج محتوى يتعلق بعالم الأعمال والمال. ولو صار عندك فلوس تبغى تصرفها في خدمة من هذا النوع أتوقع ما راح تبعد عن أرقام. ونفس الشيء ينطبق على سواء كان مطعم بيتزا ولا كانت هيئة ولا كانت منشأة ولا كانت، فأتوقع التقصير جاي من التقصير في تسويق المحتوى بشكل عام بغض النظر عن القناة. وأتفق معك تماما. وفي نقطة مهمة، أغلب الشركات مي قاعدة تستفيد من الديتا اللي عندها. يعني أنا اشتغلت مثلا في أيام كنت في التعاونية، انصدمت أنه عندهم قاعدة بيانات العملاء وعندهم الإيميلات وعندهم أرقام الجوالات ولكن مفصولين تماما عن العملاء. فأنا والتيم اللي عندي أسسنا لهم النيوزلتر وانصدمنا من كمية الناس اللي كانت تتفاعل مع النيوزلتر اللي كنا نرسل فيها العروض تخفيضات أشياء كثيرة. لذلك أنت عندك قاعدة بيانات المستخدمين، حاول تستفيد منها بطريقة ذكية وجميلة وتقدر توصل لهم ويعني وتروج للمنتجات اللي عندك. الموضوع ذهب يا جماعة الخير. أقرب مثال روبن هود من أنجح 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 البزنسز الآن اللي بادئ. روبن هود اليوم عندهم نيوزلتر يسموها روبن هود سناكس، تطلع يوميا 5 مرات في الأسبوع، يتكلم بس عن أخبار البزنس، لا فيها سبونسرشيب، لا تطلع لهم فلوس ولا شيء. لكن العبقرية فيها أنه في وسط الخبر، لو الخبر مثلا عن أمازون سوت كذا وكذا، أمازون نفسها لينك لو ضغطتها على طول بيروح لك على مكان روبن هود اللي فيه باي أور سيل. طب كم في اليوم من بنوكنا موجودين عندهم شراء وبيع أسهم؟ كم منهم يقدر يرسل نشرة بريدية عن الأخبار، أخبار الأعمال، أخبار هذا، بحيث وكم أحد بيسويها؟ والإمباكت حقها ترى هذه فلوس يعني موجودة على الطاولة، ما في أحد بيسويها. أنا بستحمس، معلش دخلت مع الضيوف فدوة، معلش أعطيني فرصة. إيه لا of course. بس سعود أنت جربت كل شيء right، جربت نيوزلتر، جربت ويب سايت، جربت سوشيال ميديا. يعني I see مثلا جولة has amazing content right. What do you see أكثر شيء impactful؟ هل receiving emails؟ لأنه يعني لو عندي 3 ماسكين الكونتنت وين أركز؟ هل أركز سوشيال ميديا ولا سوي لي بودكاست، سوي لي نيوزلتر؟ What are you seeing؟ أنا وجهة نظري أي أداة بيدك سهلة الاستخدام لا تغفل عنها واستخدمها. لذلك أنا دائما أقول لأي مثلا عندنا الستارت اب لجاء يقول والله أنا ما أعرف كيف أسوي ماركتينج، ما تقدر تقيس وش أفضل قناة لك من دون متجر. هذه قاعدة رئيسية دائما أنا أقولها في مجال صناعة المحتوى. أي قناة عندك متوفرة وتقدر تستخدمها بنشر المحتوى لا يعني استخدمها، سواء هي إيميل، تليجرام، واتساب، تويتر، فيسبوك، اللي هي. جرب أنت كل الأدوات اللي عندك أو القنوات اللي عندك وشوف وش المناسب لك. يعني إحنا مثلا في حالتنا مثلا في جولة أو عالم التقنية أفضل قناة لنا حتى لو لا زالت اللي هي تويتر. مثلا عندنا في عالم التقنية من القنوات اللي عليها تفاعل بس ما حد يدري عنها اللي هي قناة تليجرام، خصوصا في أضافوا ميزة جميلة جدا اللي هي النقاشات أو التعليقات على كل خبر، هذه موجودة في تليجرام.
كثير ما يعرف انها الميزه الجميله جدا. الفيسبوك مثلا، صفحه الفيسبوك اذا الواحد يستهدف ناس برا السعوديه، لان تعرفون السعوديين احنا كلنا موجودين في تويتر بس ما نستخدم فيسبوك. لذلك انا ما افضل ابدا ان الواحد يحدد نفسه في قناه واحده، جرب وشوف المناسب لك. سو انا واحده من الاشياء اللي مره اي لايك تقارير، ودائما اكثر شيء ابحل فيه انه ما في عندنا تقارير كثيره عن ميبي قطاعات معينه في السعوديه. فكنت دائما اروح تجيني تقارير اوشن اكس وتصير كذا اتاتش وذ ذا براند، يعني غير ماكنزي وغير بي دبليو سي وين اي وونت تو ريد على قطاع رينوبل انرجي. I would receive a report يقول لك this is the status of مثلاً ال FMP وهذه هي statistics و, and this is the status of the market وهذولي بعض ال examples. So I think that if you يعني if you want to market لصناع القرار, right, a report is still a very effective thing and it's effective because احنا مثلا say خمسة ولا ستة people interested في FMP Ocean X نزل report مع جاهز مثلا, we will send it في الواتساب and we will read the report and discuss it, and I don't see a lot of examples زيها. يعني I see some companies بس نادر ما ألقى local company تسوي report زي هذه. ف I don't know how effective is this as content. I don't know, Ibrahim, if you guys saw a good, يعني if you saw this as a good strategy, ولا مثلاً تويتر لازال أحسن مكان, يعني كيف شايف الموضوع؟ يعطيك العافية. موضوع التقارير يمكن لو نرجع شوي وراء موضوع كيف تسوق لنفسك في السوشيال ميديا كشركة, يعتمد على الاندستري اللي انت فيه. فاليوم لما تجي كاوشنكس شركة استشارية وماركتينج حقها ما راح يكون من خلال السليبرتيز الموجودين والناس الاكتف بينهم يسوقون للخدمات, بيكون اكثر من المحتوى اللي موجود. هذا بنش مارك عالمي, كل اغلب الشركات الاستشارية تروج بالمحتوى اللي عندها بالمعلومات والارقام اللي تقدمها للعملاء فور فري غالبا يعني. فكان هذا يعني الموضوع اللي احنا كنا نركز عليه من البداية. كنا ركزنا على تويتر ولينكدين, جربنا كل السوشيال ميديا بس يمكن تويتر ولينكدين هم اعلى شيء. بعدين اكتشفنا انه احنا مره مهملين مثل ما قال سعود موضوع الميل. اكتشفنا انه عندنا في الداتا اكثر من 100,000 ايميل يتواصلون معنا وما ندري عنهم ولا قد تواصلنا معهم. ومره قد سمعت معلومه انه التغريده يمكن تقعد 20 دقيقه وبعدين تختفي الا اذا انت دورت عليها. الايميل اطول بكثير من هالشيء هذا, ما يحضرني الرقم بس اتوقع انه يوم او يومين, فانت تقدر ترجع له وتشوفه بعد فترة فيصير أثر عليك. وقتها قررنا أن لازم نستفيد منه من خلال صديقنا الجميل ميك تشيب, وصرنا نرسل فيه صراحة رسائل مختلفة. واحدة من الأفكار اللي كانت عندنا أنه يا جماعة خير ما حد قاعد يعرف وش الأشياء اللي قاعد تصير في السوق, سواء كفرص أنتابت ما حد يعرفها أو فرص موجودة نعرفها بس ما نعرف حجمها وأثرها على المجتمع, أو مجموعة أدوات قد تساعد الناس في حياتهم. وهذا كان تركيزنا في استراتيجية حقتنا في تقاريرنا. اثنين, أنه ما نخلي المحتوى كثير وتسوي له سكيب وانت تقراه في البي دي اف زي ما تسوي في ماكنزي, تروح تدور الزبدة وين فيه. لا, صرنا نقول لنبيه يقرأ ويقول والله هذه معلومة وابغى استفيد فيها, أنزل ديب فيها إن ديتيلز في الصفحة اللي بعدها. هذه صراحة حاطينها استراتيجية أنه ما نتجاوز 35 صفحة بالكثير مع الشكر والمدح للناس اللي ساعدونا. فهذا يخلي الناس صراحة يستمتعون في التقارير. عندنا احنا في السنة ما ننزل أكثر من 8 تقارير, حتى لو صار في اتقاق مع كثير من الناس اللي يبغون أو ودنا ندخل معهم أو يصير عندنا دبيت داخلي, لأن ما نبي يصير كثيرين, نبي يصير سيلكتيف ونوعيين ونختار صراحة الموضوع. يعني من التقارير اللي اليوم إلى اليوم نشوف أثرها تقرير جاهز, وجاهز كانوا متعاونين بعد معنا يعني يعطيهم العافية, أعطونا أكسس الكثير من البيانات اللي تهم الناس في توزيع جغرافي حق المطاعم, وين الناس قاعدة تأخذ ديماند. يعني الأشياء اللي كانت تضحك إنه مثلاً أعلى فطور في السعودية الفلافل مثلاً على سبيل المثال في الرياض عفواً, والبيك عندهم الساعة 2 في سليمانية وفي الليل في سليمانية الساعة 8. فهذا صراحة يعني غريب, يعطيك إن توزيع جغرافي في الرياض مختلف جداً عن التصور اللي في بالنا.
بالإضافة إلى معلومات كثيرة أكثر تلقونها في التقرير. بعد سنتين من نزول التقرير واحدة من الوزارات دقت علي تقول معقولة أن في إندستري زي هذا الشيء كبير بهذا الحجم؟ إحنا استوعبنا هذا الموضوع لما قرينا التقرير الخاص فيكم. نزلنا أيضا التقرير عن مثلا فرص رواد الأعمال في يعني الحج والعمرة، كان مع هيئة ضيوف الرحمن، برنامج ضيوف الرحمن، وكان له أثر صراحة ما توقعنا. عدد الداونلود أعلى بثلاث أضعاف من كل التقارير اللي مرت علينا، وهذا يدلك أنه في ديماند من الناس على هذه المواضيع اللي إحنا نعتقد أنها يوجد وموجودة والقادم أفضل. يعني في أمثلة كثيرة صراحة تكلمنا عنها، وحنا كنا في قراراتنا كنا نعتقد أنها ما راح تكون ذات الأهمية، لكن تفاجأ كمية الناس اللي تتفاعل فيها. هل التفاعل أكثر في تويتر ولا في الإيميل ولا في الواتساب؟ الصراحة يعني في المقام الأول الإيميل، ونشوفه من الناس اللي تفتح الإيميلات أو تتابعها، وكمية اللي يسوون أنسبسكرايب تقل بعد فترة لأنه كتير نوعي وسلكتف في الناس اللي تختارهم. يعني أنا كنت أحسب أنك تحط التقرير وتقول للناس سجلوا معلوماتكم، اللي هو pull marketing. يعني أنا مثلا بسوي تقرير وبحط كذا تيزر في تويتر وأجي أسجل عشان تصير معلوماتك عندي. ما كنت أدري إن العكس، أنا عندي معلوم عندي إيميلات الناس بس I need to engage them في الريبورت. ما يعني that's new to her. كنا ما يعني قد سوينا الحركة هذه، بس اكتشفنا إنه مثلا يعني مثل حركة لا ما تشايف التقرير إذا سجلت معلومات خسرنا كثير من الناس، وصاروا كثير الناس ما يسجلون. فقلنا إن it's optional اليوم إنك تبي تسجل، على الأقل يكون يعني اطلاعك ومعرفتك في التقرير لهالهدف. حنا اليوم يهمنا في المقام الأول صراحة البراند أويرنس لنا من خلال هالتقارير اللي تفيدنا بشكل كبير، وتعاملنا مع كثير من الجهات اللي موجودة في البلد سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. لكن هل عندنا وعندنا رغبة أن نزود في أنه نقولك سجل، بس ما أبي أخسر العميل صراحة فيها بشكل كبير. يعني بتكلمك عن مو بس تقارير أوشن، عندنا بزنس نورة كنا نخليك تسجل معلومات كثير، بعد اكتشفنا أن الناس ما لها خلق أصلاً، وهذولك فئة مختلفة. يعني انتربرنورز يبغى معلومة، مو فاضي لك عشان يشوف معلومة يسجل لك 13 سطر. فصرنا نكتب بس الاسم والإيميل، وبعدين هو يجينا زي نوتيفيكيشن إذا ودك تكمل معلوماتك ترى بيصير شيء كذا. وقاعدين نشتغل على الموضوع إنه نعطي انسنتيفز، إذا سجل معلومات الباقية بيجي مثلا ريورد ولا بيجي شيء. شغالين على الريورد كثير ولا علي؟ أنا سامع ترى، بس الحين ما نعرف إيش أقدر أقول وإيش ما أقدر أقول هنا، لكن شغالين عليه أكيد. سؤال الحين إبراهيم، عدد الداونلودز compared to لما تسوي في يوتيوب نفس الدسكشن أو something similar، وين تلقى ناس يعني وين الترافيك؟ لا أقل كثير في التقارير، يعني ما راح يقارن في العدد اللي موجود في يوتيوب ولا على سناب شات ولا على، بتلقاهم اقل كثير، بس اعتقد انهم نوعيين مره. لما يجي ينزل تقرير بالعاده يكون يوصل مثلا خلينا نقول في 3 ايام 10,000، لكن الباقيين لما تروحين لهم يقول لك والله في يوم انا جبت 10,000 في يوتيوب ولا في هذا. بس النوعيه اللي بعد التارجت حقك مختلف، يعني اللي لو جاهز بيعلن في اليوتيوب يستهدف ملايين، انت قطع علامات تستهدف نسبه قليله من الشيء هذا. فانا اشوفها كنسبه تناسب ممكن تكون يعني از افكتيف ولا حتى اكثر من القنوات الثانيه. والارقام ما هي بهي المعيار، يعني اذكر أسوأ تقرير في الارقام كان تقرير عندنا عن تقييم المصانع. قيم اشتغلنا عليه يمكن 7 شهور، قيمنا المصانع اكثر من 700 مصنع في الخدمات الالكترونيه المقدمه لهم من الجهات الحكوميه، ونزلنا التقرير يوم جمعه، تخيل ما جاء عليه ولا 1000. يوم الاحد طبعا حبطنا مره انه ما حد تفاعل معه ولا جاء عليه ريتويت ولا تفاعل. يوم الاحد كل الوزارات من خبصه، اللي يدق يشكر واللي يدق معصب واللي يدق، فكان في تحريك للسوق بشكل كبير، بس مو هو بالعدد اللي انت تتخيله. فالنوعيه اللي انت قاعد تخاطبها وتبغى توصلها المسج هي الاهم بالنسبه لك حسب التقرير وتخصص اللي تقدمه. يعني is it fair to say انه التقارير goes to founders and the C-suite؟ لو ابغى اوصل لهذول الناس اطلع تقرير، لو ابغى اوصل ل different kind of people اسوي شيء ثاني؟
يعني نوعا ما يعني يعني يركز على نوعيات معينه، ما راح يجيك كل الناس unless اذا كان الموضوع interesting لهم انهم يبغون يعرفونه. يعني من الاشياء اللي كان غريبه مره موضوع الدارك ستور، تكلمنا عنه وكان من زمان انا نفسي ان احد يكتب عنه، سواء تقرير بسيط ابغاه سهل مره. صراحه جاب لنا ناس مختلفين جدا، لان الناس هذول عندهم اهتمام، سواء انه مثلا يشوف، صار يشوف في الرياض في دارك ستور كثيره في الاحياء، يعني في الحي الملقمة ترى مليان ملغم دارك ستورز كثيرة، فيقولون هذه وشي اللي ما نقدر ندخل عليهم ولا نقدر نشتري، بس نشوف اسم بقالة رهيم أشرحها وش الدارك ستور تقرأ. يعني الترجمة حقتها سيئة، اللي هي المحلات المظلمة اللي هي ما تبيع، هي توصل للناس من خلال التطبيقات الخاصة فيها مثل نعناع وشيبس وغيرها، بحيث انك تطلب اشياء قريبة منك. اليوم يمكن نعناع، تجربة ربات البيوت هي الأكبر دليل، لو النعناع عشان تطلب كم يقعد من ساعة عشان يصلك الطلب، اليوم صار يصلك 4-5 دقائق لأنه قريب في الحارة يقدر يجيب لك الأشياء اللي تبيها. يمكن أنا ماني خبير فيها أني أعبر عن النعناع، بس التجربة حقتها عظيمة، فصار الناس عندها أثر يشوفونه مباشر بشكل يومي، فإنه والله وده يقرأ عن هالتقرير ويعرف متى بدأت الدارك ستور، متى وهل في السعودية لها إقبال. اليوم مثلا ذا شيفس مثلا هو كان شريكنا في التقرير، تكلم عن انه انت تقدر تطلب ورد وشوكليت وعطور من اي حي حولك ويوصلك اياه بسرعه، عشان تحل مشكله انه بتهدي احد ولا بتجيب له، مع العلم انك ذا شيفس تقدم خدمات مختلفه في التوصيل. فهذا كان له رغبه من الناس وكريوسيتي، بس انه نبي نعرف زياده عنه ونشوفه يوميا حولنا. مره ممتاز. سو 8 تقارير بالسنه is the way to go. آخر سؤال بس على التقارير، هل ترسلونها للأخبار ولا هم يكلمونكم ولا يعني لما نشوف في الأخبار وصدر تقرير عن Ocean X يقول كذا وكذا، is this effective to get to, يعني to the target audience؟ أصلاً does the media في الريجن cares about this؟ يعني شوفي الجرائد سواء إلكترونية ولا ما زالت بعضها مطبوعة لها أثر ولها جمهور، ما نختلف عليه، رضينا مع بينه موجودين ومهمين ولهم أثرهم. ما نرسل، هم يتواصلوا معنا الحمد لله، بس إنه الصدق ما أهملهم وأهتم فيهم، لأنه هذا جيل يفيدك ويعطيك ملاحظات ويعلمك في أشياء أنت تجهلها. مثل ما أنت عندك تكنيك في التقارير أو في الرسائل اللي ترسلها بالبريد وكيف تختار المواضيع، هم أيضا عندهم طريقة. يعني نزل لنا خبر قبل كم يوم في جريدة عكاظ، تفاجأت إن مجموعة كبيرة ترسل لي في الواتساب وتقول لي أوه تقريركم نزل وكذا، ورا ما حطيته كذا، ليش ما ضيفته كذا، عن الخبر وليس نفس التقرير. يعني أهملوا التقرير، ركزوا على الخبر نفسه، which is good، إنه في جمهور مختلف إحنا ما يعني ما نعرفهم، ومهم إن نتعامل معاه خلال الفترة هذه على الأقل. ممتاز. وأنا بالنسبة لي أطلع التقارير my favorite، يعني نتشرف والله. جميل، مرة نحتاج بصراحة منها أكثر هذا الكونتنت. نبغى نسمع يا شيخ عن المحتوى المسموع فدوى. طيب شوف، المحتوى المسموع أنا يعني I've been debating this with خالد and خالد وحمزة لمدة أسبوعين. في تقرير طلع الحين بحطه، يقول لك إنه في السعودية، في وهذا تقرير 2020، طيب في 5.1 مليون مستمع للبودكاست، و 15% من الناس يسمعون بودكاست ومن أردبل عدد المن، وإن الناس اللي تسمع البودكاست أصلاً they do spending they spend more across everything، يعني الصحة والجمال أكثر، الأكل والمدرمين أكثر، الإلكترونيات والسفر والسياحة أكثر، المدارس أكثر. فالريبورت يعني كأنه يقول اللي ما عنده بودكاست استراتيجي خلاص مرة they are يعني losing out. فجيت I sent it to خالد وخالد وحمزة and I was like does that make sense and يعني a lot of feedback I heard كذا mixed and we will hear from them. What didn't make sense اللي ما خلاني مرة يعني أقتنع مرة بأنه 5 مليون is a big number في السعودية، إنه اليوتيوب sorry Spotify listeners are projected to reach 26 مليون،
الجوجل ليسنرز على البودكاست ستور حق ابل عفوا از اراوند 28 مليون من امس خبر نازل في وول ستريت جورنال وبحطه كمان. فالكويستشن هو التالي، هل المحتوى السمعي از بروميننت في السعوديه يا سور نو؟ وش مفروض تكون استراتيجية الشركات to monetize؟ يعني هل مثلا تيجي شركة تقول والله يا عدي انت وفدوا قاعدين تسوون بودكاست رهيب خذوا اعلنوا، ولا انا اسوي بودكاست حقي؟ يعني مثلا انا Ocean X I do my own podcast، انا جولة I do my own podcast. So يعني I heard so much amazing feedback من التيم and يعني we're happy to hear everyone's thoughts. عظيم، إذا ممكن أجاوب على هذه. طيب، أول واحدة بالنسبة للمستمعين البودكاست، يس 5 مليون. إحنا حتى عملنا مع برانز وحتى نتوكس في مصر وفي الأردن 70-80% of their listeners من السعودية. لكن خلينا نرجع خطوة وراء، في 2016-2015 كان البودكاست شبه غير موجود في بدايته. Along the way we saw the growth عليها لأن it fits the style of so many people through a ride ولا حتى خلال العمل ولا المشي. لكن بجي على النقطة الثانية اللي قلتيها أو هي عملية النساء أكثر listeners. إحنا لما حللنا كل بودكاست وجدنا أن نوع البودكاست نفسه it attracts a different segments. ففي بودكاست يكون more women listen to it and there are podcasts more men listen to it. النقطة الثالثة على أنه كيف الشركات monetize it. طبعا خلينا نرجع كمان خطوة وراء لما نشوف سوق البودكاست في رجعنا خطوات كثير عندك... يعني يبين قدام والله صار مشير لا بس معك روح لا تقاطعك لان it doesn't justify a decision without knowing what's the best factors. احنا لما نشوف سوق البودكاست في 3 elements، في المستمع وفي صانع البودكاست وفي الشركات. What's been happening خلال الأربع سنوات الماضية أن عدد المستمعين is in constant growth، عدد صناع البودكاست in constant growth. يعني تشوف حتى مو بس locally، عالميا. في 2018 كان 500 ألف بودكاست، 2021 2 million، it quadrupled in 2 years what took over 12 years to reach only 500,000. لكن المشكلة اللي وجدناها في الفاليو تشين هي الشركات نفسها. So الشركات ما كان في أي طريقة أنهم يوصلون لهذا الهاي نمبر of listeners. إيش كانت الطريقة اللي تستخدم سابقاً؟ إنه كان الشركة تجي وتروح إلى very prominent podcast سمعته أكثر من 50,000 and they sponsor it. And there are so many challenges out of this. واحد، you're limited to only prominent podcasts. Two، you have to pay more than what you will reach. يعني the payment not usually based on the reach itself. Sometimes the payment is because of the brand itself عليها. و that's different in terms of Twitter ولا سناب شات ولا غيرها لما تدفع بناء على الريتش. So what we did قلنا طيب عشان الماركت هذا يكبر we need to make sure that every player is monetized، خاصة صناع البودكاست. How do we make sure that the small podcast حتى لو 1000 مستمع get to be monetized عشان they continue and if they continue they generate more listens so all the market will benefit along the way. So we started an experiment and we said let's onboard podcaster and see would this work ولا لا. So we onboarded 10 then 20 and now we onboarded 140 podcasts في كل المدن. يعني ايش you onboarded what do they do? It means that we didn't need to record and edit and produce a podcast to be by our own. We just brought them as independent podcaster زي مثلا any زي مثلا let's say YouTube doesn't produce the video. It just hosts us there. So إحنا, well, this is what we did. We brought independent content creators. We said, look, continue what you do. Your amazing work. The IP is yours. Everything is yours. All what we're going to do is that we're going to connect you with the companies. And we went to companies and said, look, I know that you want to reach to this 5 million listener, but since you have a challenge, you're only limited to prominent podcasts. What if I can open to you millions of listeners and you can access to them? So we started this experiment where a company comes, says, I want to reach 2 million listeners in Saudi. We built a product that connects them with the podcaster. So automatically, يطلع الإعلان في 120 podcast هذا. And the brand now reaches those 2 million listeners. So there was a gap that was fixed. الحين أنا عندي podcast, طيب.
وجت وجت شركه جاست لانشت ولا براند تجيك انت وتقول لك وانا جزء لازم اكون جزء من شبكتك عشان الشركه تدفع لك انت وانت يو ديسايد اون بليسينج ذم وير سو انت تسوي سيجمنتيشن يعني اجي اقول اي وونت تو تارجت الناس اللي في الرياض اللي من العمر الفلاني الدخل الفلاني سو وي كان تارجت اونلي ذا جيوغرافي الديموغرافي از نوت يت بس بالضبط زي ما قلتي انه تجي الشركه وتقول انا ابي البودكاست ابي هذا الليسنس احنا بالنسبه للبودكاستر ايش هو يستفيد بدل الهصل انه هو يروح يدور على شركه هي جاست كمز insert our codes in his podcast and we automatically generate the ads. He just collects the invoices for the ad. He just sets and collects the invoice. So his content as a green content is being monetized now without him going and looking for brands to sponsor his podcast. طبعا ايش الاثر عليها؟ واحد صناع البودكاست كان ان افريج ياخذون سنه عشان يقفلون البودكاست. Now it takes 2 to 3 years. Because they found a value out of it. قبل كانت more voluntary. الحين they make money out of it. Some of them make monthly between 10 to 30K based on how big their podcast is. Like most importantly is the gap for companies. Now they can reach this wide listener. طبعا التحدي أكبر هو الميدل إيست. في السعودية it's been fixed the gap بس الميدل إيست is still with more challenges على موضوع كيف to access. خلص كم الناس what I want to say is كم مدة الناس اللي تسمع البودكاست يعني فهمت كم كمية الناس بس what's the time 3 ساعات 2 ساعة 90 دقيقة طبعا the average that we looked for انه الاشخاص يسمعوك بين 15 إلى 30 دقيقة so this is how يعني مشوار سيارة لو قدموا yes exactly لو وصلوا الى نهاية المشوار ولا كملوا كملون في وقت ثانية أتكلم شوي عن تجربتنا وجربنا مع محتوى سبيسيفيكلي بصراحة إحنا قلنا نبغى نجرب طبعاً نجرب نعلن في أماكن كثير فأي مكان ديجيتال نقدر نعلن فيه نعلن فيه لأننا نبغى we want to establish كم الكوست of acquisition كم يكلفنا كل مشترك جديد على القنوات المختلفة ففي جوجل نقول الرقم كذا في تويتر الرقم كذا في لينكدين الرقم كذا وكنا نبغى نشوف الرقم على البودكاست أنا ما كنت متحمس عليها ومعانا إبراهيم من المستمعين هو اللي ماسك الموضوع هو يعني بس ما شاء الله عليه قعد وجرب يعني وشاف لنا عدة اختيارات لما جربناها أنا ليش ما كنت متحمس عليها أنا قلت يا أخي مستحيل الناس إذا بيسوق سيارة وبيسمع ما الكول تو أكشن ما حيفرق معه ما إذا جالوا إعلان في وسط البودكاست يقول يعني اشترك معانا في جريد ولا إيش ما يكون ما راح يوقف السيارة وهذا فأنا قلت بس ما في مشكلة خليها حتى لو إنه awareness مو لازم إنه يكون في convergence عالية بس الواقع مختلف الواقع اللي صار إنه جاتنا convergence بأرقام جدا معقولة والcost of acquisition لا تسمع الحين ذا الكلام خالد تقعد ترفع لنا أسعار قسم بالله نبطل لكن كقناة جدا مفيدة ومو بس لأويرنس لكونفيرجن وأنا أتفق على أنه جمهور نوعي أيضا فهذا مرة يفرق كثير على موضوع جمهور نوعي ترى تكررت كم مرة إبراهيم قالها وخالد قالها وكل أحد قالها ترى اليوم هذا يفرق مرة 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 كثير لأنه في قنوات كثير انفقدتنا الإعلانات زمان الشركات لما تبغى تعلم بي تو بي فين تروح المجلات المتخصصة مجلة الصناعة، مجلة البناء، مجلة هذا وكانوا يعلنوا هناك وإعلاناتها غالية واشتراكاتها غالية أو كانوا يعلنوا مثلا عن خطوط السعودية هذه أماكن إعلانات البي تو بي وما هي كثير أصلا القنوات هذه معظمها قفل لما تقفل كل البرنت هذه كلها تقفلت وما بيجي إلا قنوات الماسج اللي هي بي تو سي فأنت أول ما تفتح قناة للتواصل اللي هو البي تو بي او البي تو جي او الناس بينكبوا عليك لانه هذول كلهم عندهم فلوس وما يعرفوا فين يعلنوا انا بتكلم عن كبار الشركات كلهم عندهم قطاعات اعمال موبايل عندهم موبايل بزنس اس تي سي عندهم اس تي سي بزنس او اس تي سي سولوشنز وكل الناس عندهم قطاعات اعمال وهذول ما يبغوا يعلنوا ترى للعامه يبغوا يعلنوا في الاماكن النوعيه حتى لو انه سعرها اعلى او ما تجيب لك نفس الأرقام اللي أنت تسمعها 2 مليون 3 مليون ترى هذه الأرقام مو شرط لها معنى كان موضوع عن البودكاست معلش عشان أرجع برضه بس أتفق أنه لو كواليتي جدا أنه ككواليتي وكريزلت يجيب نتائج
بس يعني انت طبعا في وجهات نظر مختلفه. ما تبغى انت كجريد انك تسوي بودكاست تناقش فيه الاخبار، بس تبي والان نستمع، يعني تبغى بس تكون المعلم في اي بودكاست. هذا شيئين غير بعض، هذا شيئين غير بعض. انا ممكن اسوي جريد بس الهدف بيكون منه مختلف. انا لما انا اسوي بودكاست عن نفسي كجريد، انا بثبت في الاويرنس انه انا احنا عارفين الاخبار، واحنا نبغى نقول لكم الاخبار ونبغى نوصل لكم هي، وهذا وقناه تواصل مع جمهورنا. لكن لما انا باعلن على مثلا بودكاست مزروع او على اي بودكاست ثاني على محتوايز مزروع عنده بودكاست لكن موقف، كل ما نيجي نسال محتوايز ايش الوضع يقول لا، ما قال بيرجع وما رجع وكذا. هذه معلومه جديده ولا ما تدري عنها؟ روح هتلاقي موجود في موقع محتوى سايد بوي. ها انا ودي اضيف علي على موضوع انه ليش الشركات تنتج البودكاست، الشركات تعلن. يعتمد على الهدف الشركه نفسها. اذا الشركه want to position themselves as the thought leader في هذا المجال وthey want to recycle the content، فيستخدمون الكونتنت حق البودكاست، they recycle it to a newsletter، they recycle it to content social media. وإذا كانوا هم عندهم رغبة بأن تمتد هذا الشانل إلى 3 سنوات، وبالتالي بناء بودكاست is an option عليها. لكن في حال أنه الشركة wants a conversion ولا wants specific number of leads، بالتالي الكامبين fits more ويكون سعرها أقل وريتش أعلى، لكن فقط for a certain temporary time عليها. It's based on the goal of the company itself. أبو ميار، what do you see؟ أرجع لنا للنقطة الأولى. أول شيء تكلمتي عنه موضوع الأرقام، ممتازة صراحة الأرقام، ولو ذكرني الرياكشن حقي كان أنا متفاجئ صراحة، كنت من أرقام جدا مرتفعة ما توقعتها كذا. لكن هل لازم كل أحد يكون عنده أو لازم يوظف البودكاست كوسيلة أو كقناة تسويقية له؟ ما أعتقد أن اليوم هذا الشيء يعني ضروري. ليش؟ لأن البودكاست من التحديات اللي يواجهونها أصحاب البودكاست عشان توصل للناس، إنه لازم تقنعه إنه يشترك معك، يكون مستمع دائم، يصير لما تنزل حلقة توصل على طول. والآن العرض في ازدياد خصوصا في المحتوى العربي هنا في المنطقة، فأنا أشوف تحدي إن الأحد يجي ويروح لبودكاست خاص بشركة ولا يكون براندد من برا يعني، ويشترك فيه في ظل وجود خيارات ثانية، يعني بحيث إن المحتوى اللي موجود فيه بايست قبل. أنا أبغى أتكلم عن شيء واحد مرة سبيسيفيك. مثلا الناس اللي قاعدة تنقر من أماكن كثيرة للرياض، كيف تجربتي وكيف نقلت للرياض وكيف عشت في الرياض، أسوي لي سيزن، فهم؟ مرة تارجتد وتجي الماجدية تعرف فيه. ما يعني ممتاز، لا كذا ممتاز. أنا كنت أتكلم عن إن الماجدية تسوي بودكاست الماجدية، يلا نتكلم اليوم عن اللي بينقلون الرياض، لا ولا إيكيا يسوي بودكاست يقول يلا نتكلم عن كيف تأسس شقتك، هذا اللي أنا أشوفه مش إفكتيف. لكن السبونسرشيب بالعكس، بالعكس مليون في المية، لأن زي ما تكلمنا تو الجمهور اللي يسمع يعني متخصص ونوعي، والتأثير بيكون أكبر، والبودكاست نفسه أصلاً المحتوى حق البودكاست نوعي حتى لو الرقم مرة شوي. يعني ما حد بيجلس يسمع بودكاست اقتصاد لمدة ربع ساعة ولا أحياناً حتى ساعة وأكثر ويسمع، يعني حتى السماع فيه تركيز أعلى من يمكن لو يتفرج ولا وهو ما هو مهتم ولا هو ما هو واعي ولا مو بمركز. فبالعكس أنا أشوفها فعالة جدا. لكن أنا كنت أتكلم عن أن الشركة نفسها أو الجهة نفسها تسوي بودكاست بشكل مباشر بالغرض التسويق لمنتجاتها ولخدماتها، هذا ما أشوفه فعال. تسمح لي بس خالد على يعني أقاطعك في موضوع مهم جدا. السوق الحين صار زحمة من البودكاست. طيب صراحة إذا فقط أقول نقطة على نقطة أنه هل هو فعال ولا لا، طبعا it's very early on أن تجج هل هو ممكن ينجح ولا لا. طبعا على نقطة أن صحيح هو المستمع لما يشوف أنه هو هذا البودكاست من شركة معينة ممكن يهش منها ويشعر أن هذا clear marketing without any quality content. اللي جالسة تسويه الشركات الآن أنها جالسة تطلع ببودكاست بعكس اسم الشركة أو الجهة، a different brand with the content is driven by the statistics of what worked للبودكاست individual. فلو نشوف مثلا a podcast made by individual and it lead to results, how can we replicate this on a company level عليها؟ في النهاية good content will always have its own share of attention عليها whether it's a company ولا حتى individual. سعود ايه عفوا، يعني انا كنت اللي بقول الموضوع انه البودكاست صاير زحمة عندنا، واللي تلاحظون في شيء غريب انه نفس ستايل ضيف
أجيبها قدامي قدام هالطاولة واستضيفها وناقش مع عدة مواضيع وقضينا. فمن الأشياء اللي أنا قلتها حتى قلتها مباشرة لعبد الرحمن أبو مالح اللي أعتبره أنا أسطورة في هالمجال، أنه ترى ضيوفك بيخلصون مع الوقت. لا مو مخلصين، ما يخالف إذا أنت بتستمر على نفس هذا المنوال، لازم تفكر في طرق أنك تستمر مع جمهورك. لذلك من الأشياء اللي أنا حتى موجودة في البودكاست في أمريكا في أوروبا البث المباشر. ليش؟ أنت بالنهاية تحولت إلى قناة إعلامية، صحيح أنك تستخدم البودكاست، صحيح عندك أفلام الوثائقية التغطيات الأشياء هذه اللي قاعد تسويها، لكن لازم تتوسع في هذا المجال. مثل ما أنت ما سويت ديستربت لموضوع مثلا الأفلام الوثائقية اللي كنا ما نشوفها اللي من القنوات التلفزيونية صرنا نشوفها في اليوتيوب، لازم تصير يعني تنتقل إلى هذا المجال، لأنك الآن عندك خبرة، عندك القدرة أنك تخلق محتوى ممتاز. لذلك لازم تتوسع. يعني من الأفكار اللي أنا دائما أقولها أنه وش يمنع مثلا فنجال ولا ثمانية ولا أي من برامج البودكاست يصير عنده بث مباشر صباحي من الساعة 9 إلى الساعة 12، يستقبل ضيوف، يستقبل مكالمات، مشاركات الناس، لأنك أنت الآن تحولت إلى قناة إعلامية. يعني استحوذ على The Morning Space مثلا مثلا، يا رب مو غلط. يا سلام، هذا الكلام يا مازن. شوف الإنسان اللي ما يتكلم لكن لما يتكلم يقول أشياء الله أشياء رحمة جديدة. شكرا يا مازن. يعني أقرب مثال ونشوفون بودكاست المشهور تويت دوت تي في، الشايب حقهم ما شاء الله عليه مشهور البودكاست يا فدوة، عنده بث مباشر، عنده إذاعة، عنده حوالي 5-6 برامج بالأسبوع، ويبث كل حلقة مباشرة، وفي تفاعل من الجمهور، ثم يأخذ التسجيل ويرفعه على البودكاست ثم على اليوتيوب. هنا أنت الآن قاعد تستمر بالظهور مع جمهورك طول اليوم. مشكلة البودكاست بوضع الحالي أني أنا حاط رجل على رجل وقول أوه متى تنزل حلقة 8، متى تنزل مثلا بودكاست زد، أقعد أنا أنتظر. هذا الانتظار بوجهة نظر الوقت الانتظار هو فرصة ضائعة لهذا صناع المحتوى، فلازم تتغطيه مستقبلا. ولا سلام. تروح بعيد، لا تروح بعيد أبو نورة، تجربة كلب هاوس نفسها إن تقدر تعتبره بودكاست تفاعلي. وقتها كان الكل يشارك، بعضهم كان نفس الشخص اللي يقدم بودكاست كل أسبوع تلقى موجود على كلب هاوس، يقدم سيشن ساعة ولا ساعتين وجمهور يطلع ويتكلم وبعدين يرجع وتفاعل وشيء. هذا يسمح لك انك تكرر الضيف لو تبغى كل يوم، يسمح لك انك تتفاعل مع الاخبار اليومية وبشكل لحظي. قبل يومين كنت اتكلم مع اخوي كان يسألني عن ليش التويتش في المنطقة هنا ما في تفاعل زي برا السعودية، خصوصا في امريكا، انه تويتش يستخدم كقناة ستريمينج مو بس يعني للإي جيمينج والفيديو جيمز، ولا هو بس للأفلام والمسلسلات، على كل القطاعات وجميع أنواع المحتوى. قلت والله ما أدري، أتوقع هذه ثقافة يعني، بس ممكن تكون هنا المستقبل أن الناس تلتفت لشيء زي تويتش تبدأ تسوي بث بمختلف أنواع المحتوى. طيب ليش نروح بعيد يعني؟ عفوا ودوة، مازن ما شاء الله عليه من الأشياء اللي قاعد يسويها وتجوز لي صراحة، أن بث المحتوى أو بث تغطيات عن المتاجر اللي عند زد، كان كل يوم أو يومين يفتح الكام ويسوي تغطية لايف. بس it's not scalable. Not every entrepreneur أول شيء عنده الكاريزما اللي عند مازن، ولا عنده الجلد اللي عند مازن. It's not scalable، مرة صعب. افتح الصندوق وسولفي، ما يحتاج كاريزما. بالضبط يا اخي، اتس نوت ايزي. الناس استثقلوها، ترى انت تقولها بسهوله بس ترى الناس غيرك والله استثقلها مره. اللايف هذه بالذات ما هي سهل. لو 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 يعني قسنا على هالشيء كما شفنا نجاح تويتش مثل ما قال خالد، ومثل ما شفنا قنوات كثيره تشتغل على اللايف يا رجال، حتى يعني من المنصات اللي بدت تستغل البث المباشر منصه يمكن ما تتوقعونها للريدت. ادخلوا ريدت تلقى في التايم لاين حقهم عندهم بث مباشر لليوزر، وفي تفاعل وفي شغل كبير. لذلك اللي قدر يصنع بودكاست ناجح جدا مثل 8 ما هو صعب جدا عليه انه يخلق هالفرصه ويكبر ويخلق منها بزنس. طيب
طيب دقيقة بس to conclude، لو أنا برتب وش كيف أروح، يعني اللي فهمته منكم جميعا إن المحتوى is here to stay وهذا السوق بينمو، نيوزلتر مهمة، قدرتك على التواصل في الإيميل مهمة، البودكاست سوق قادم، وفي موديلين، موديل 8 لازم يصير عندنا live strategy، والموديل الثاني أنت تخصص في محتوى وبعدين روح ل company that can connect you with a way to monetize it. Did I miss anything؟ لا يعطيك العافية ما قصرت، شكرا. اي نسيت البودكاست مقصود قادم ولا مقصود يعطيكم العافيه، نسيت الاستحواذ على The Morning Space. اي صح طبعا، هذا بنزله خبر الحين في جوله الان يا سعود، برسل لك اي بالله الان هذا الساعه مباركه، يوم سعيد لكم جميعا ان شاء الله، يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه جميعا، مع السلامه، يوم موفق.